سلام الله عليكم مشاهدينا في حديث الوطن اليوم شهادة هامة لسياسي بارز في بلاده والعالم العربي. شهادة على وطن انشطر الى نصفين بعد عقود من الحرب بين جزئيه الشمالي والجنوبي، ذهب الجنوب باتفاق سياسي بعد حرب دامية ليكون دولة مستقلة دون أن تذهب معه تداعيات انفصاله التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة بعناوين متعددة. لكن هذا الانشطار لم يكن الازمه اليتيمه في العمر السياسي لهذا الوطن العربي الافريقي الشرق اوسطي الهام، فالشمال يعاني من ازمه مزمنه في الغرب دارفور وفي الشرق ازمه تتفاعل هذا في السياسه، اما في الاقتصاد فهنالك ازمه طافيه على المشهد استدعت نزول الشارع في طقس الربيع العربي الذي اطاح بانظمه لتصعد قوى تحمل رايه التغيير في اوطانها. هنا تبنى بعض الشماليين شعار التغيير الشامل في السودان، وبعض البعض حمل السلاح كوسيله لهذا التغيير، حينها فقط اخرجت السلطه اوراق الاصلاح، وبعض ما في جعبتها من وعيد. مشاهدينا ضيف حديث الوطن لهذا اليوم هو ممن وضعوا مشروع حل يؤسس من وجهه نظره لتحول ديمقراطي في السودان. انه الصادق المهدي. الذي تنقل من اعلى هرم السلطه في السودان الى المعارضه الى المعتقل الى المنفى لكنه ظل من بين السياسيين الاكثر قدره على بلوره الحلول وطرح المشاريع التوافقيه. نحدثه في ربيع السودان والازمات المفتوحه والحوار مع الجنوب والعلاقه مع دول الجوار المؤثره. نرحب بك سيد الصادق المهدي رئيس حزب الامه القومي السوداني ورئيس الوزراء السابق وامام الانصار اهلا بك سيدي على شاشه الميادين. وعليك السلام وانا بدوري ارحب بالميادين وارجو لها التوفيق في قيامها بدورها كفضائيه رائده. مشاهدينا قبل ان نبدا الحوار مع السيد الصادق المهدي نستمع إلى التقرير التالي الذي أعده مراسلنا في الخرطوم محي الدين جبريل يعني هو بدأ بقدرته على الحسم سنة 66 لكن بعد ذاك لما بيلعب في السلطة خلاص تغير طوال انقلب 180 درجة بدل ما يكون صاحب قرار أصبح صاحب لا قرار يعني في تغيير في شخصيته من بدأ 66 في الساحة السياسية حتى اليوم. وصف لمواقف المهد السياسية قد يجمع عليه الخدر الأكبر ممن عرفوا الرجل من قريب أو بعيد مواقف ربما يعتبرها البعض متناقضة ما لم يعرف اجتهادات الرجل الفكرية المستمرة والتي تركت بصمة واضحة على مواقف حزبه مع مرور الوقت والأحداث الصادق المهدي الذي يعارض اليوم فكرة تغيير النظام عبر العمل المسلح قاد هو نفسه العام 1976 عملية عسكرية إلى جانب قوى أخرى كان هدفها إسقاط نظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وأسس بعد ذلك في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي جيش الأمة للتحرير بهدف تغيير الحكم السوداني القائم حاليا موقف غيرته ظروف السياسة ومقاربة الرجل لها فحمل السلاح ضد النظام اليوم سيكون له بنظر المهدي عواقب وخيمة قناعة بينه وبين نفسه معارضة الإنغاز في الظروف الحالية ما من مصلحة البلد كلها وبالتالي ما داير يدخل في معارضة مواجهة لا داير ينزل الشارع ولا داير يحمل السلاح زي ما حملوه وفي نفس الوقت ما داير يبتعد من المعارضة وبالتالي هو لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء يعني دي كلها بتدينا مؤشر بانه عدم قدرته على حسم القرارات والاتفاق وحول الأزمة في دارفور كانت للمهد مواقف ربما لم ترضي آخرين في البلاد داخل وخارج مظلة الحكومة فهو أول من طلب بقبول القرار الأممي 1506 الخاص بوجود قوات دولية في دارفور لحماية المدنيين حيث دخلت بموجبه قوات الاتحاد الأفريقي الإقليمي فيما كان سلطات الخرطوم تعارض ذلك وبشده. المهدي الذي كان اول رئيس حزب سوداني خارج مظله الحكومه والمعارضه يزور الاقليم عقب اندلاع الحرب، يقول ان الازمه هنا لا تحل الا بتعويض النازحين والرجوع بدارفور الى ما كانت عليه قبل العام 1989 اي اقليم واحد مع الاعتراف بوزن الاقليم ونصيب سكانه من السلطه والثروه. ممكن يحسب له انه هو عنده قناعه الان انه معارضه مسلحه لهذا النظام يعني نتائجه وخيمه على البلد كلها وبالتالي لا يريد ان يدخل في هذه المعارضه ورغم ان حزب الامه كان من اكبر حلفاء تحالف جوبا السابق بين الحركه الشعبيه واحزاب المعارضه الشماليه الا ان تلك العلاقه مع الدوله الوليده اختلفت عقب انفصال جنوب السودان فكانت لحزب الامه مواقفه الواضحه عقب المعارك التي شهدتها منطقه الليجة النفطيه في وقت سكتت فيه احزاب اخرى عن التعليق على تلك الحرب التي اصابت علاقه البلدين في مقتل حقيقة نريد أن نزيل كل أسباب الخلافات التي تؤدي إلى مثل هذه المشاكل بيننا وبين إخوتنا في الجنوب وإن شاء الله ننجح في ذلك المهم الصادق المهدي تعرض لانتقادات حادة من قبل التيارات المعارضة بسبب مواقفه تجاه الحكومة الحالية خاصة بعد دخول نجله العقيد عبد الرحمن القصر الرئاسي مساعدا للرئيس السوداني وهي خطوة قال المهدي إنها خطوة فردية ولا تمثل موقف حزبه خطوة انعكست دون شك على اجواء البيت الداخلي للحزب الذي يقول البعض انه لا تنقصه الانشقاقات. سيد الصادق المهدي اجدد تحية لك وقبل ان ندخل بالملفات السياسيه السودانيه المتعدده والمعقده ناخذ رايك بشهاده البروفيسور المعروف السيد حسن السعوري الذي له معرفه جيده بحضرتك شو تعليقك على الشهاده؟ كانت شهادته يبدو فيها شيء من الانتقاد لشخصك. في رايي ان هؤلاء الاخوه لا يعرفون حقائق الامر. م. نحن ما حملنا السلاح اصلا الا عندما يكون النظام القائم نظام قفل كل الدروب م. وقال لا مجال لراي اخر. ولذلك عندما حملنا السلاح ضد نيميري. وهو اذعن للمصالحه وفتح باب الحريات عدنا للبلاد وغيرنا النظام من الداخل الان هذا النظام حملنا السلاح ضده لانه ايضا وصل لدرجه قمع الاحزاب والحريه ولكن سرعان ما قبل الراي الاخر وهامشا للحرية عدنا للبلاد لنعارض من الداخل ونحن الآن معارضون من الداخل وسنغير النظام بالوسائل المدنية دخول ابني في الحكومة قرار فردي وأوضحنا هذا بشكل محدد وهذا لم يغير أصلا موقف حزب الأمة كمعارض ونحن سيد ونحن لتغيير النظام بوسائل مدنية وسنغيره إن شاء الله نعم ]نا. في شهادة البروفيسور حسن السعوري أن يعني يقول أنه أن الصادق المهدي ليس لديه قدرة الآن أمام التحديات الموجودة في السودان على حسم قراره أو موقفه مما يجري ده طبعا رأي لكننا أنا في رأيي إحنا دلوقتي الحزب الوحيد اللي عنده رؤية واضحة عندنا رؤية واضحة جدا في ماذا ينبغي أن يحدث كل ما في الأمر نحن نقول يجب أن يتغير هذا النظام نحن نريد نظام جديد بس مش بأسلوب السلاح طيب. لأن أسلوب السلاح سيعني الاتكال على دولة أخرى. وده هيحول الأمر إلى حرب بينية. عشان كده نحن بنقول يجب أن يكون التغيير بأسلوب الذي نسميه الجهاد المدني. ولكن لا. نحن ما عندنا أي تحفظ في ضرورة قيام نظام جديد. طيب سنحاول سيد صادق المهدي الآن استيضاح رؤية حزب الأمة وايضا رؤيه حضرتك لمختلف الملفات الموجوده في السودان، لكن الان بنظره شامله للوضع في السودان، نحن امام بلد متعدد الازمات، ليس فيه ازمه واحده، فيه ازمات متعدده منها الاقتصادي، منها الاجتماعي، منها التاريخي، منها ازمه حدود، ازمه امن الى اخره، بالاضافه الى الحروب. اذا ما اردنا ان نسال سؤالا عاما الان، لماذا السودان يعاني من كل ذلك؟ طبعا انا نسيت ان اتحدث عن البعد الخارجي سبب بسيط جدا البعد الخارجي المتعلق بقرارات جداً. مجلس الامن نعم تفضل سبب بص سبب بسيط جدا يا اخي مفتاح اعطيه لك دوله بلاد مجتمع متعدد العقائد ومتعدد الاثنيات ومتعدد الجهويات تستلم السلطه فيه جهه ذات توجه ايديولوجي عنده نظره حزبيه نافيه للاخر م. هذا هو السبب لكل مشاكل السودان كانت في مشاكل نعم لكن الذي حولها الى ما صارت اليه هو استلام السلطه بواسطه حزب صاحب ايديولوجيه نافيه للاخر قائمه على نظره دينيه واثنيه ضيقه في مجتمع متعدد الاديان ومتعدد الثقافات، هذا هو السر فيما حدث، حتى التدخل الاجنبي، التدخل الاجنبي والسبب ان المشاكل الداخليه هي التي استدعته. طيب المشاكل الداخليه، مشكله الجنوب كانت موجوده، ولكن الذي حولها الى قضيه جهاديه من ناحيه ادخلت الطرف الاجنبي هو الط... يعني بهذا طرح المعنى سيد الصادق المهدي انت تحمل السلطات السودانيه حزب المؤتمر أه الحزب الحاكم حاليا كل المسؤوليه على ما يجري او ما جرى في السودان في في الماضي وايضا ما يجري من ازمات الان اذا اين مسؤوليه الاخرين ماذا عن طموح لما كل. عن طموح الانفصال لما ماذا لما كل. عن الاجندات الخارجيه التي تريد تفتيت السودان لا يا اخي انا ما قلت كل، انا بقول لك في مشكله الجنوب كانت موجوده اصلا لكن الذي حولها الى قضيه جهاديه خلقت استقطاب ديني واثني وثقافي هو هذا النظام وهي التي استدعت التدخل الاجنبي. السودان الى ان قام هذا النظام ليس فيه قرار واحد من مجلس الامن. تحت البند السابع تحت الفصل السابع م. الان في 48 قرار ما كان في جندي اجنبي واحد الان في 30 ألف جندي اجنبي ما كان في جبهات قتال الا واحده مع الجنوب دلوقتي في سته جبهات قتال هذه هي النتائج نتائج السياسات دي فهو النظام ما يعني خلق كل المشاكل ولكن عقدها وعمقها ووسعها الى ما صارت اليه نعم، سيد صادق المهدي في موضوع جنوب السودان أول من أمس كان هناك لقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير وبين رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير مياردت في في أديس أبابا كان متوقع أن يتم الإتفاق، هل ترى فيما يجري حاليا من مفاوضات والإتفاق الذي يعني قيل إنه 80% أو 90% من القضايا قد حلت، هل تراه الحل النهائي والأمثل والحاسم؟ للنزاع بين الدولتين. نحن في حزب الامه اصدرنا مشروع سلام قبل ثمانيه اشهر حسم او اقترح حسم لكل القضايا. انا في تقديري الاجتماع في اديس ابابا سوف يتوصل لاتفاق حول عدد من القضايا ليس كل القضايا ولكن سيتوصل لاتفاق حول عدد كبير من القضايا لان امر الان سيذهب الى مجلس الامن، هناك اجتماع في نيويورك سيكون يوم 27 القادم. اذا لم يجري اتفاق سيفرض مجلس الامن قرار، ولذلك انا رايي سوف يكون هناك اتفاق لأن الرؤساء او هذان الرئيسان اذا لم يتفقا في هذا الاجتماع ده يلقي بظلال على شرعيتهما لانه معناه انهما ذهبا الى هذا الاجتماع المهم دون تحضير كافي ولذلك انا اعتقد سيكون هناك اتفاق نحن سنقيس ما يحدث من اتفاق على ضوء ما اقترحنا لانه اقتراحنا مش اقتراح فردي من الصادق اقتراح من اجهزتنا وقائم على دراسه للموضوع كله انا اتوقع يكون هناك اتفاق إذا طابق هذا الاتفاق ما اقترحنا سنؤيده وسنرحب به وإلا سننتقد ما فيه من طيب خلل أنت ما سيد أتوقعه فضل. ما أتوقعه هو أن يوقع على لأن هناك عدد من القضايا تم الاتفاق عليها سيوقع عليها وإن لم يوقع عليها هذا سيحملهما مسؤولية أمام شعبهما وكذلك سيفتح الطريق لقرار دولي عشان كده حيوقع على اتفاق الأمور في أمور لا يستطيعان حلها وهي المسائل المتعلقة بالحدود نعم. هذه لا يستطيعان حلها حتى إذا أراد لأن هناك طرف ثالث القبائل التي تعيش في المناطق المعنية وده نحن اقترحنا في مشروعنا أن هذه القضايا لا يمكن حلها باجتماعات قمه وبهذه الطريقه، ولكن اقترحنا تكوين مفوضيه حكماء. هذه المفوضيه يوكل لها النظر في هذه القضايا بمهله من الزمن، سنتين ثلاثه، نحن عندنا مشاكل حدود مع مصر، عندنا مشاكل حدود مع اثيوبيا، عندنا مشاكل حدود مع قضايا مناطق كثيره جدا، تضاف الى هذه المشاكل ويترك لهؤلاء الحكماء الزمن ليقدموا هم. الحل، ولكن ما يمكن الاتفاق عليه الآن يوقع حتى ينهي حالة نعم. الحرب والتوتر الموجود حاليا بين الدولتين. طيب سيد صادق المهدي قلت بأن قيادة البلدين يجب أن لا يترك مصير السودان لقيادة البلدين لأنهما بهذه الطريقة وبهذه السياسات يسيران باتجاه الإنتحار، ولذلك طرحتم مشروع مؤتمر سلام ظل للسلام في السودان، ولكن هنا يعني تحييد قياده البلدين او ليس تحييد انتقاد قيادات البلدين والدعوه الى انهما يسيران الى الانتحار بهذا بهذا التعبير الذي عبرت عنه سابقا هل يمكن ان ينجح اي مقترح او اي مشروع تقدمتم به دون موافقه قياده البلدين عليه من اجل السلام بين الدولتين لا لا, لا لازم يوافق عليه ولكن في تقديرنا اذا لم يوافق عليه على الأقل ما قدمنا من مشروع سيكون مرجعية لآلية التوسط الأفريقية وسيكون مرجعية للأمم المتحدة لأن هذه الجهات الدولية ما عندها تحضير كافي للواقع السوداني وإدراك ولذلك إذا لم يستجب الرئيسان والقوى السياسية الأخرى التي خاطبناها لاقتراحاتنا ده ما يجعل هذه الاقتراحات هباء <applause> هذه الاقتراحات سوف تصير في راينا مرجعيه قويه جدا للجهات المتوسطه او الجهات الافريقيه والدوليه ولذلك ستكون لهذا المشروع فائده في اطار ما سيقرره المجلس الامن في هذا الموضوع اما يمكن ايضا ان يتفق على على مفردات ما اقترحنا حتى دون أن يعترف بذلك. فمثلا نحن اقترحنا حل موضوع ما يدفع الجنوب للشمال في البترول. اقترحنا هذا قبل ثمانية شهور. الآن وافق على على رقم هو الرقم الذي اقترحناه. وهذا معناه أنه يمكن أن يأخذ من ما اقترحنا حتى إن لم نعم. يعترف بأنهما. سيد الصادق المهدي هذا بالنسبة للمقترحات الذي التي هي وساطة أو تسوية أو حلول اشتراح حلول للأزمة أو للخلاف لكن أنتم في حزب الأمة ما هو موقفكم من المناطق الحدودية ماذا تعتبرون منطقة أبييه ماذا تعتبرون حق الهجليج موقفكم أنتم كحزب أمة من هذه المناطق هل هي شمالية هل للجنوب حق فيها؟ طبعا هناك وجهه نظر فيها خلاف نحن نقول ان هذا هذه الخلافات ما ممكن يعني احنا عايزين نتفق على اعلام مبادئ واحد ان هذه المناطق لا سبيل لحل مشاكلها الا عن طريق اتفاق وثانيا لا يعني لا يقدم طرف من الطرفين على فرض حل من جانب واحد ثلاثة استبعاد العنف نحن نعتقد أنه حتى إذا كان في اتفاق ما بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان مثلا في منطقة زي أبيي ما ممكن تنفذ لأنه متفق قبل هذا لأن القبائل في الحقل في الميدان رفضت هذه الاتفاقات عشان كده نحن نقول هذه المناطق مناطق فيها خلافات توكل لمفوضية حكماء نعم. ويترك لمفوضية الحكماء أن تستشير كل الأطراف وتعقد مؤتمرات محلية لإيجاد حلول ترضي الأطراف كلها طيب. لكن لا تعامل كوسائل ممكن حلها في القمة سيد صادق المهدي تم نزع فتيل حرب كادت أن تشتعل بسبب حق الهجليج وذلك بجهود الاتحاد الأفريقي الآن بعد هذا الاتفاق وتحدثت عن يعني نوع من إجبار الطرفين إجبار الطرفين أو الضغط الدولي على الطرفين لتوقيع اتفاق في حال وقع الاتفاق وبدأ التنفيذ أو في حال لم يتم الاتفاق على القضايا النهائية هل نتوقع أن موضوع الاحتكاك العسكري انتهى بين الشمال والجنوب أم أننا سنشهد هذا تكرار لهذا السيناريو أنا في رأيي هناك رأي واضح لدى العسكريين في الشمال، ولدى العسكريين في الجنوب، ولدى القوى السياسيه في الشمال، ولدى القوى السياسيه في الجنوب، ينبغي تجنب الحرب، في رايي ده شيء متفق عليه. المشكله هي ان هناك رواسب ستجر الاطراف المختلفه للحرب. دي اللي الان في رايي يمكن ان يتم اتفاق حول اغلب القضايا البترول والتجاره والمواطنه والحريات الاربعه، دي كلها يمكن ان يتفق عليها ويوقع عليها، ودي كلها سوف تفرغ الموضوع من شحنه الحرب. تبقى حاجه متعلقه بالمساله الامنيه، انا في رايي ايضا الان الطرفان يعملان ضد بعضهما بعضا لخلق مشاكل امنيه، سوف يجري اتفاق في هذا الموضوع ايضا في هذا الموضوع ايضا لتجنب المواجهه الامنيه اذا حدث هذا تبقى الحاجه التي سوف تستعصي على الحل المباشر مساله الحدود اذا اتفق على كل تلك الامور وهذا في رايي سيحدث لانه الطرفان يدركان انه اذا لم يتفقا سيفرض عليهما حل واذا لم يقبلاه ستكون هناك عقوبات دوليه ولذلك تجنبا من هذه سوف هذا الموقف سوف يتوصلان الاتفاق وبعدين المسائل اللي اصلا ما ممكن يتفق عليها اللي هي مساله الحدود يمكن ان توكل لمفوضيه مفوضيه حكماء ده اقتراحنا من قبل ثمانية شهور طيب سيد وفي سيد رأيي وفي اسمح هذا لي هو الاسلوب نعم. الافضل اسمح لي نتوقف هنا لاننا سنتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل في حديث الوطن مشاهدينا الحوار مستمر ابقوا معنا نرحب بكم مشاهدينا من جديد وفي المحور الثاني من الحلقة الخاصة في برنامج حديث الوطن مع زعيم حزب الأمة السودانية الإمام الصادق المهدي قبل أن نتابع حوارنا مع ضيفنا الكريم نستمع إلى الشهادات التالية التي قدمتها كوادر في حزب الأمة عن زعيم الحزب سيد الصادق رئيس الحزب ملتزم بالمؤسسات التزام قاطع يعني لن يتجاوز المؤسسات في كل اتفاقياته مع الحكومه في كل حواراته ضمن دارفور كملف اساسي ملفات الصراع خلق نقله كبيره جدا من في الحزب من الشعارات للبرامج ونقله ايضا تنظيميه واحدث نقله فكريه في اطار الفكر الديمقراطي الحزبي الان الحزب عطل سلاح جماهيره حتى كادى الضغط على النظام لتحقيق الاجنده الوطنيه فبالضروره كان انه النظام يستغل هذا الوضع. فجر خلاف داخل حزب الامه مع عمه الامام الهادي بحجه فصل القداسه عن السياسه. الان نفس السيناريو يطبقه السيد الصادق المهدي يجمع ما بين المنصبين بحجه بان امامه الانصار منتخبه. هنالك عده تساؤلات تتبادر الى الذهن. حول ما اذا كان حزب الامه يسعى الى اسقاط النظام ام الى اصلاح النظام. اذا مشاهدينا هذه شهادات بضيفنا الكريم الامام الصادق المهدي زعيم حزب الامه السوداني. سيد الصادق المهدي يعني في حوارنا قبل الفاصل استوقفتني حقيقه جمله تحدث فيها وقبل ان انطلق للمزيد من الاسئله والملفات لانه كثير من الاسئله عندي حقيقه والوقت يداهمني بشكل غريب لكن فيما يتعلق بما قلته عن نقطه المواجهه الامنيه الحاصله الان او التي سوف تكون بين دوله جنوب السودان وبين السودان نريد ان يعني تفصل لنا في هذا الموضوع كيف هناك مواجهه امنيه او زعزعه استقرار هذا تعبير من عندي يقوم به كلا الدولتين تجاه الدوله الاخرى. هناك كما تعلم حركات مسلحه داخل الجنوب. هذه الحركات المسلحه داخل الجنوب لها صله بالخرطوم. حركات مسلحه ضد نظام جوبا. عندها صله بالخرطوم. الجبهه الثوريه التي تكونت وهي سميت جبهه كاودا، صحيح هي اسمها جبهه كاودا ولكن هي ايضا منطلقه من جوبا وتجد تاييدا من جوبا هذه الحقيقه اي وجود دعم متبادل من الخرطوم لعناصر ضد جوبا ومن جوبا لعناصر ضد الخرطوم تدخل في معادله الاتفاق بين البلدين. صحيح المشاكل الموجوده في الجنوب هي مشاكل جنوبية مش خلقة الخرطوم والمشاكل الموجودة أيضا في الشمال هي مشاكل في الشمال في دارفور في جنوب النيل الأزرق في جنوب كردفان هي مشاكل ما خلقتها الجوبا ولكن هذه المشاكل مع أنها مشاكل شمالية شمالية وهناك مشاكل جنوبية جنوبية عندها هذا الاتصال الذي سيحدث اذا وقع اتفاق هو ان يلتزم الطرفان برفع ايديهما عن دعم هذه الحركات، لكن ده لا يعني ان هذه الحركات سوف تختفي تلقائيا لانها تقوم على وجود مشاكل، بالنسبه للشمال مشاكل دارفور ومشاكل جنوب النيل الازرق ومشاكل جنوب كردفان مشاكل حقيقيه، والناس في هذه المناطق عندهم مطالب حقيقيه، ونحن في مشروعنا قدمنا اقتراحات لكيفيه حل هذه المشاكل بتسويات كامله تعطيهم نصيبهم في السلطه والثروه في اللامركزيه في التعدديه الثقافيه الى اخره، طالما سيكون هذا ضمن السودان الواحد. طيب سيد الصادق المهدي ما هي طبيعه العلاقه والتواصل بين حزب الامه السوداني وبين الحركات المتمرده في دارفور؟ نحن قلنا لهذه الحركات بوضوح نحن نؤيد اهدافهم ولكن لا نوافق على وسائلهم ونعتقد ان هناك وسائل نسميها نحن القوه الناعمه قضيه دارفور صارت قضيه وطنيه عامه وقضيه دوليه وما محتاجه لمزيد من سفك الدماء، ما حدث حدث ولكن يمكن الان ان تعالج هذه القضايا كلها في اطار الحل السياسي ونحن نحاول اقناعهم للموافقه معنا على الحل السياسي الذي يحقق اهدافهم التي نتفق عليها دون ان سفك الدماء ودون اللجوء للعنف. طيب سيد الصادق المهدي رؤيتكم أيضا للخلفيات الحقيقية للنزاع الدائر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأيضا مستقبل حركة التمرد هناك في ظل الظروف السياسية الراهنة المشكلة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق هذه ضمن عيوب اتفاقية السلام اتفاقية السلام سمت نفسها اتفاقية سلام شامل بينما علقت مصير هاتين المنطقتين وباسم المشوره الشعبيه وما عُمل اي نوع من الاتفاق ما هي هذه المشوره وهناك جانب امني في الفرقه 9 والفرقه 10 وهي فرق عسكريه جزء من الجيش الشعبي، هذه مسائل كان يمكن ان تُنظر وتُحسم اثناء الفتره الانتقاليه من 2005 الى 2011 اهملت ولذلك هذا الاهمال وهذه العيوب هي المسؤوله عن الحاله الامنيه حاليا نحن نعتقد يجب الاعتراف بهذه المشاكل ويجب الجلوس مع ممثلي هؤلاء هذه القوى يعني الكلام على انه مالك عقار لا يمثل شيء وعبد العزيز الحلو لا يمثل شيء هذا كلام فارغ كل الدلائل دلت على ان هؤلاء عندهم سند شعبي ويمثلون يمثلون قوى اجتماعيه موجوده في الواقع، فاذا لابد من الاعتراف بهذا ولابد من الجلوس معهم كلهم في ما نقترح من مائده مستديره لايجاد حل سياسي يعالج قضيه القضيه الامنيه البعض البعض يرى سيد الصادق المهدي انه يجب استنساخ يعني نموذج سلام الدوحه او اتفاق سلام الدوحه على حاله جنوب كردفان وايضا ولايه النيل الازرق لا اتفاق الدوحة اتفاق ناقص ومعيب وما عنده اتفاق الدوحة حتى بالنسبة لدارفور لم يحقق غير خطوة بسيطة لا اتفاق الدوحة ما ليس نموذج لاي شيء المهم نحن نقول اتفاق الدوحه خطوه من الخطوات حتى بالنسبه لدارفور محتاجين لخطوات اخرى لأن الاتفاق ما موجود امن في دارفور الان وما موجود سلام في دارفور الان واغلب العناصر الحامله للسلاح في دارفور الان ليست جزءا من اتفاق الدوحه وحتى الذين وقعوا على اتفاق الدوحه بينهم الان مشاكل كثيره جدا لا انا ما اعتقد اتفاق الدوحه نموذج ولكن المط المطلوب ان يا اخي نحن بنقترح ان هذه الامور ما ممكن تحل بالقطاعي لا بد ان تحل بالجمله نحن محتاجون لمائده مستديره تناقش وتحسم قضيه السلام في السودان لانه دلوقتي جبهات القتال كثيره وهناك امكانيه لعلاج كل هذه القضايا بما يعطي كل طيب حق, شبهت حق هذه, هذه هذا هذا المشروع سيد الصادق المهدي الذي تتحدث عنه الان بكوديسا وقلت باننا بحاجه لاتفاق شبيه بما جرى في جنوب افريقيا في العام 92 الذي انهى نظام الابارتهايد، وهذا اثار انتقادات شديده نظرا يعني لما قال المنتقدون انه ليس هناك تشابه على الاطلاق بين ما جرى في 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 جنوب افريقيا في العام 92 وما تطرحه او ما تواجهه السودان من مشكلات. ما فهمت سؤالك ما, ما ما هو الموضوع؟ الموضوع انك نسم. انك طالبت بحل يشبه حل جنوب افريقيا في العام 92 كوديسا 1992 أيوة. وكان الانتقاد الموجه لهذا الموضوع انه هناك اختلاف كبير بين جنوب افريقيا التي كانت تواجه نظام او او تريد القضاء على نظام فصل عنصري وبين السودان التي لها خصوصيه في مشاكلها يا أخي ده, كلام غير صحيح أولا النظام الآن يواجه جبهات قتال في دارفور في جنوب كردفان في جنوب النيل الأزرق في أبيي. يواجه تحرك في الشارع صحيح قمع هذا التحرك لكن مقوماته موجودة يوجد تململ داخل الحزب الحاكم يوجد مشروع من حزب الأمة لحل جامع شامل و كلام على أنه إذا لم يحدث هذا نحن سنعمل اعتصامات على كل الميادين العامة في السودان يعني الموقف هو هناك مواجهة مواجهة الناس كلها في السودان تعلم وتدرك أن الحزب الحاكم اليوم حزب إقصائي هو يحكم بإقصاء الآخرين نحن نقول لا بد من حكم يشارك الآخرين التشابه بين داو وبين جنوب افريقيا هو انه في قضيتين القضيه الاولى انتقال من سيطره حزب الى حل جامع يشرك الاخرين ده بيشبه ما كان هناك كذلك التعامل مع المساءله عن الاخطاء والتعديات في الماضي وهنا ايضا هناك حاجه لعداله انتقاليه هذه ايضا تشبه ما كان في جنوب افريقيا لكن مش بس جنوب افريقيا حصل في اسبانيا حصل في شيلي حصل في دول شرق اوروبا الانتقال من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي بوسائل سلميه الانتقال من مواجهات حربيه الى اتفاق سلام شامل ده المشابه مع جنوب افريقيا، مع شيلي، مع اسبانيا، مع شرق اوروبا، يعني هذا هو وجه الشبه. طيب، سيد الصادق المهدي ارجو ان تبقى معنا، وايضا مشاهدينا نتوقف مع فاصل ثانٍ ثم نكمل الحوار مع ضيفنا، ابقوا معنا. تحيه مجددا مشاهدينا في حديث الوطن وهذه الحلقه الخاصه التي نستضيف بها السيد صادق المهدي رئيس حزب الامه القوميه السوداني ورئيس الوزراء السابق وامام الانصار في السودان سيد الصادق المهدي كنت تتحدث عن حل شامل لكل مشكلات السودان وبالطريقه السلميه وهنا نتحدث عن ما جرى مؤخرا في السودان من حراك شعبي البعض شبهه بانه بدايه انطلاق الربيع السوداني هل وصل الربيع العربي الى السودان عبر حركه الاحتجاج التي شاهدناها في الشوارع في في اكثر من مدينه في السودان يا اخي هو ما هو الصقيع العربي او الشتاء العربي الشتاء العربي او الصقيع العربي هو نظم تحكم نظم امنيه متخندقه كل النظم الامنيه المتخندقه هذه ستشهد تغييرا يمكن ان نسميه ربيع بالنسبه للسودان نعم حدث حصل هذا التحرك ولكن كان في المرحله الحاليه مرحله ابتدائيه للغايه مصر لما حصل فيها ما حصل سبق ما حصل يوم 25 يناير الثوره يعني حصل قبلها ثلاثة ألف تحركات وانتفاضات جاءت القمة في 25 يناير هذه واحده من محطات التحرك في الشارع ولكن مقومات التحرك ما دام يوجد نظام انا اسميه امنجي متخندق ستتحرك القوى الشعبيه بصوره او اخرى الذي حدث في المرحله الماضيه كان محدود وقمع قمع شديد بصوره يعني باطشة جدا. ولكن أنا في تقديري هذه محطة. وستأتي محطات أخرى. إذا استمر النظام. طيب سيد متخنف. الصادق المهدي. لماذا في مقابلة سابقة توقعت أن يذهب السودان إلى النموذج الليبي السوري. وليس إلى النموذج التونسي أو المصري. يعني السلمي. لماذا تتوقع أيوة مشهدا نعم. دمويا أنا للسودان؟ شوف كل الحركات كل الحركات التغيير التي حدثت بعد مصر حدث فيها سفك الدماء كلها اليمن ليبيا سوريا لسبب بسيط هو اختفاء عنصر المفاجاه لانه بالنسبه لمصر وتونس كانت هناك مفاجاه ولكن هنا اختفاء عنصر المفاجاه جعل القوى الحاكمه تستعد ولذلك استطاعت ان تستعيد وان تبطش بالمتحركين ضدها وادى هذا الى ما ادى اليه عشان كده نحن نتكلم عن يعني ضروره اجراء استباقي في السودان حتى لا يحدث هذا باعتبار ان السودان وضعه هش مليء بالاسلحه في اكثر من خمسين يعني فصيل مسلح وهذا كله يمكن ان يدخل في اشعال السودان عشان كده نحن ساعين وحريصين على اجراء استباقي وده اللي نقارن فيه نقارن بما حدث في جنوب افريقيا اجراء استباقي حتى يعني نحول دون هذه سيد الصادق المهدي الرئيس السوداني عمر حسن البشير دعا المعارضين بعد ما جرى في السودان الى القاء السلاح ولا المشاركه في صياغه الدستور دائم للبلاد وتعهد ان الانتخابات المقبله لن تنعقد الا في ظل دستور جديد الا يمكن ان يعتبر ذلك منعطفا او خطوه على طريق التحول الديمقراطي الذي تطالبون به لا لماذا لا. نحن قلنا لهم ما هم اتصلوا بنا وقلنا لهم الاتي اولا عشان نصل إلى وضع من هذا النوع نحن محتاجون الاتفاق على وضع انتقالي فيه حكومة قومية فيه توفير الحريات وفيه وقف الحروب لأن الناس اللي هم مشتركين في هذه الحروب يجب أن يشتركوا في موضوع الدستور هذا يعني موضوع الدستور يعنيهم جدا فنحن نقول نحن نريد وضع انتقالي الوضع الحالي وضع نافي للاخر واقصائي، وضع انتقالي يشمل الجميع، وهذا الوضع الانتقالي الذي يشمل الجميع في شكل حكم قومي، هذا الوضع هو الذي نرى انه مؤهل لوضع خريطه الطريق للدستور الدائم، وهذا كلام هم يعلمونه، فما ممكن انت تعلم ان القوى السياسيه عندها اسس وشروط وضمانات تطلبها وتذهب الى الى الموضوع من طرف واحد وتتوقع ان يشاركوك مش حنشارك الا في اطار ما نعتقد انه سيؤدي الى دستور يمثل الاراده الشعبيه وليس نوع من البهيه للحزب الحاكم طيب هناك راي يقول سيد الصادق المهدي بانه الدول التي شهدت حراكا او عمليه تغيير او ما يسمى بالربيع العربي كانت تشهد صعود للتيارات الاسلاميه والاسلام السياسي، لكن السودان بشكل طبيعي هناك في الحكم حكم طابع اسلامي، يعني من يحكم السودان يحكم بطابع اسلامي وبالشريعه كما يقول الرئيس عمر حسن البشير، اذا هذا سبب لعدم المساندة التي تحصل بين دول التي تشهد تغيير من قبل الحركات الإسلامية مع بعضها البعض يعني السودان سيكون بمنأة لأنه أوردي يعني بشكل تلقائي هناك حكم إسلامي أيوة ده كلام مش صحيح لسبب الأساسي الدول التي حدث فيها ربيع وحدث فيها إقدام إسلامي إذا بدأ أن إسلامها هو كمثل إسلام السودان ده ده بيحكم عليها بالاعدام. ليه؟ لانه التطلع الان هو لاسلام يحافظ على الوحده الوطنيه، اسلام يحقق الحريه، اسلام يحقق العداله، اسلام يحقق هذه المعاني وفي مصر وفي تونس الان القياده الاسلاميه تجتهد ان تعبر عن أنها تريد إسلام فيه هذه المعاني وليس إسلاما قمعيا ديكتاتوريا يطبق الاستبداد السابق بشعار إسلامي عشان كده نحن بنقول للنظام في السودان أي نظام الآن في مصر أو في تونس أو في غيره إذا بدا من قريب أو بعيد أنه يشبه النظام السوداني هذه وثيقة اتهام ضده طيب اذا اذا بهذا المعنى نفسه. سيد الصادق المهدي هل ستكون هناك حركات اسلاميه في السودان ستسعى لان تكون بديلا للنظام الحالي في السودان وانها حركات اسلام منسجمه او تريد ان تنسجم مع الحركات الاسلاميه الصاعده الى السلطه في الدول العربيه يعني اسلام جديد واسلام يعني قديم في السودان هال... لا كل هذه الحركات يا اخي كل هذه الحركات مهما ترفع من شعار الإسلام اليوم فيه طيف عريض من أردوغان في اليسار إلى طالبان في اليمين. الطيف العريض ستصف حركات إسلامية نفسها فيه. الحركة الإسلامية التي يمكن أن تكون صاعدة. هي تلك الديمقراطية. تلك التي توفر الحريات. تلك التي تلتزم بحقوق الإنسان. تلك التي تحقق التنميه، تلك التي تلتزم بالمساواه في المواطنه، هذه هي المعاني التي في راينا اذا التزم بها النظام في مصر يمكن ان ينجح، اذا التزم بها النظام في تونس يمكن ان ينجح، واذا تخلت النظم هناك عن هذه المسائل سوف تستقطب ضدها قوه كبيره جدا وتفشل. في السودان الموقف ببساطه شديده، اما ان النظام يقبل ضروره عمل اعاده هيكله بريسترويكا تجعله نظاما يحترم هذه المعاني وبهذه الصفه ممكن ان نتفق معه والا اذا استمر في صفته نظام دكتاتوري عازل متخندق امني او امنجي كما نصفه مش حيكون هو باي صوره من الصور متقارب مع أو متطابق مع ما يحدث في طيب. دول الربيع العربي وإذا أخطأت أي واحدة من دول الربيع العربي وأدت انطباع أنها ترضى عما يحدث في السودان في رأينا هذا سيخلق لها مشكلة شديدة جدا مع شعبها ومع الشعب السوداني طيب سيد الصادق المهدي أيضا في قضية أخرى المتعلقة بردة فعل جرت في السودان وجرت في العالم العربي أيضا في البلدان العربية يعني ردة فعل على الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكيف تابعتم ردة الفعل يعني هل ردة الفعل يعني في الدول العربية كانت منطقية خاصة أن ردة الفعل الأعنف والغير منضبطة كانت في دول الربيع العربي الدول الربيع العربي بما فيها من حرية ستكون فيها درجة أعلى من التعبير الشعبي. لأن الحرية تتيح للناس أن يقولوا ما يقولون. لكن لكن سيد صادق المهدي. ممكن تكون حرية. ممكن تكون تطرف. ممكن تكون فوضى. ما هو دي المشكلة. نحن عندنا موقف واضح في الموضوع ده. هذا الفيلم اللعين هو في الحقيقه مؤامره مؤامره اطراف ناس اقباط مش الاقباط اقباط معينين محدودين ناس صهاينه وقساوسه مسيحيين متطرفين دول فكروا في انهم يعملوا حاجه مستفزه للمسلمين وللاسف الهدف هو ان يستفزوا المسلمين ليقوموا باعمال من نتائجها خلق شرخ ما بين الدول الاسلاميه والدول الغربيه. ثانيا من نتائجها خلق شرخ في الوحده الوطنيه في هذه البلدان الاسلاميه العربيه. كذلك ثالثا ان يندفع اشخاص بسبب الغضب والعاطفه ليعبروا عن غضبهم بوسائل لا تلتزم بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد ان الذي حدث فيه ما يدل على ان هؤلاء تصرفوا بشكل يرضي الذين تامروا ويحقق اهدافهم عشان كده نحن بنقول لابد من ان ننظر في هذا الموضوع بصوره تجعلنا اولا نعم نعبر عن غضبنا ولكن ليس عن طريق اي هجوم على دبلوماسيين الدبلوماسيين دول مستأمنين دول ضيوفنا عندنا ده غلط وكان ينبغي ان تحمى كل هذه السفارات بصورة قوية جدا. هذا كان غلط. ثانيا نحن الآن يجب أن نطالب الدول وبهدوء وبعقل. نطالب الدول الغربية المختلفة أن تصدر تشريعات لحماية المقدسات. لأن عندنا في التزام. هم التزموا به. المعاهدة السياسية المدنية التي وقعت عليها الامم المختلفه في عام 1966 تنص على كفاله الحريه طالما لا تتناقض لا, لا تؤدي الى الاساءه هذا هذا الموقف موقفكم سيد الصادق المهدي اصبح واضحا من موضوع الفيلم المسيء والرسوم ايضا لكن في الوقت المتبقي وبقي معي دقيقه واحده حقيقه كلمه اخيره منك توجهها للرئيس السوداني عمر حسن البشير في هذه الظروف وايضا للشارع السوداني في دقيقه تفضل ببساطة شديدة لا بد من أن تقوم في بلداننا موجة ديمقراطية توفر المساءلة المشاركة المساءلة الشفافية سيادة حكم القانون وعشان ده يحدث بسفك دماء زي ما بيحصل الآن يمكن أن يحدث باستباق إذا اتفقت الجماعات كلها السياسية خريطة طريق تقيم نظم تحترم هذه الإرادات وهذه التطلعات شكرا جزيلا لك الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء السابق وإمام الأنصار حدثنا مباشرة من الخرطوم شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شرفتنا هذه الليلة مشاهدينا حديث الوطن عن السودان انتهى هذه الليلة لكم احترامي كمال خلف السلام عليكم